يا حاج شحاته انا مش جاي افراح يعني مش جاي افراح اقفل انا متعذرب اقفل بقول لك طبعا بتتصل بي عشان خاطر احضر فرحك فرحك عليك تربية وسخة واطي واطي طبعاً مرتجف مرتجف ومتوتر طب ما ترام أنت مرتجف ومتوتر جيت لي وسبت فرحك يابا ما هو أنت لازم تيجي معايا الفرح ما ينفعش أنت جيت لي وسبت فرحك جيت لي وسبت فرحك يابا فرح إيه بس يابا فرح إيه ده انا واقف الفرح حاسس ان انا معزوم لازم تيجي فرح ابنك نعم ابنك دلوقتي بقيت ابنك وفرحك ابنك وفرحك تقدر تقولي ردي يكون ايه على العشوائيات اللي انت بتقولها دي يابا سيبك الكلام ده بقى عشوائيات ايه وانا جاي طلب تصريح من حي انا كل اللي عايزه يعني انك يا واد يا واد انا عايزك تحكم عقلك عايزك تحكم عقلك الفلوس اللي انا عملتها دي كلها تتفكر انا عملتها عشان خاطر ايه وعشان خاطر مين عشانك انت تيجي كده بين يوم وهيصة وفرقة كده كلها تروح هباء لا يا سكرتر لا الفلوس بتاعتي عمرها ما تروح هباء 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 هبا ابدا ابدا ولا تديها البهاء حرمتكش من اي حاجة وحرمت نفسي من كل حاجة
كل حاجة، شرب وشرمتك، لبس ولبستك، أكل وأكلتك، جبنة رومي جبت لك، جبنة فرامنك جبت لك، جبنة المثلثات يا بشتري جبت لك. جيت في يوم قلت لك هات حتة، ما حصلش يا سكركر، ما حصلش، ما حصلش إن قلت لك هات حتة ولا فتوتة ولا قلت لك هات لحظة. كل الجبن اللي أنا عملتها في حياتي دي عملتها عشان خاطر مين؟ عشان خاطر البقرة؟ لا طبعا، عشان خاطرك أنت. جبت لك أفخم وأزعط وأكبر عربية في الوطن العربي كله، جبت لك عربية جراند شيزوكي. يابا ده عربية تركيب، تركيب ده أنت مجمعها لي عندك هنا في الوكالة. الله، ده أنا باجي آخد الملف بيها بس دي بدراعي من الشباك على الأرض. اخرس يا ناكر جميل السيارات. أبوس إيدك عشان خاطر، تعالى معايا ما تحرمنيش باللحظة زي دي والنبي. ماشي؟ هتيجي؟ أنا هاجي معاك لسببين. السبب التالت إني ما أعرفش العنوان. اتفضل معايا. قلبي عمره ما هيصفى لك. اتأخرت كده ليه؟ مش هينفع اجي الفرح من غير ابويا، ما ينفعش. بص برضه وقفته برضه في قلب المكان، يعني ابويا برضه. قلبي على ولد قطر، وقلبي قطر على البحرين. ارقص، ما انت خلاص بقيت مدهن زيهم. هقول ايه؟ هقول ايه يا كركر؟ يا مزق اعطار قلبي، الف مبروك يا ابني عليك، واطي ابني واطي. سمعوس، سمعوس، انا الحناوي، الحناوي ابو العريس، كركر الحناوي صاحب اكبر تاجر قطع غيار في الوطن العربي كله. انا جاي لك النهارده يا ابني عشان اتحيك في فرحك. سمعني سلام التت للفنان عمرو دياب. Thank you.
اتفضلوا، شاكرين قوي، شاكر قوي يا جماعه والله، الف شكر. سعيد جدا انا. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه يابا؟ ايه ده؟ يعني ما مش كده ولا ايه؟ ها؟ اي ما ينفع يعني ادخل ولا ما ادخلش؟ لا يا ابني ادخل ادخل، ما خلاص مش اتزفيت؟ تم تتا تا تا تم تا تا، خش ابقى قابلني لو قابلت لك قومه جوه وخلفت الشحليه في خيارات كده. يا ما كان نفسي، يا ما كان نفسي تاخد واحده انا راضي عنها وتخلف منها حناوي صغير. يعني انا مش فاهم، يعني انت راضي عنها يعني هتجيب لك حناوي صغير، واللي مش راضي عنها اللي هي دي هتجيب لك شمبانزي؟ ما هتجيب لك برضه ولد صغير كده برضك، ها؟ يبقى اسمه حناوي برضه صغير كده، ويمشي يدقلج لك كده ويقول لك جدو جدو ايه كاكا كده، ويملى الدنيا علينا وساخ. انا مش عارف انت لفيت عليه ازاي وكلتيه وفلخت عقله. انت اللي زيك زمان لو كنت شفتك ما تاخديش معايا غروه، اوعى كده على طول خطوه واحده خطوه كده. بس يابا بس خلاص تاني. انت بقى عيب الله، ابويا ما ينفعش نتكلم، ابويا والله قلبي ووش رجلي غضبانين عليك. يابا قلبك ووش رجلك ايه وانت داخل تشوف بلن؟ على ابو زرافه عسل ام اللي جابت ابو سلالم ابوك. وبرضه مش هنسى تحريك لفرحك يا كابتن، مش هنسى تحريك لفرحك. ابوك يا عريس في قلبك. شد عليك الضغط. ايوه حصل خير، حصل خير، حصل خير. انا اسف والله، بس يعني اصل مرتبك قوي انت بقى من النهارده. الاميره فرجينيا، فرجينيا جميله الجميلات، أنا ريتشارد، ريتشارد قلب الأسد، ملك الغابة. أنا هخش أحمل حمام. إيه؟ ها؟ هخش أستحمى في الحمام. يعني فوطة زفرة كده على السريع وجايلك. Thank you.
عروستي طم تك بم عروستي عروستي لا 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 عروستي عروستي لا 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 عليك كتاب في صندارة رأو سفران شرشارة من كتري ما في قلبي فوز نجلد غير عفو عزارة عفو عزارة عدا دا 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 برافو حلو عام النطري قلي لي يا بطوانة وانا مالي ايه أنا آسف يا حج، إنما مضطر أصالحك. الكهرباء اللي دخلت جسم ابنك كفيلة بإنها تشغل مصنعين مع بعض. ابنك اتكهرب في مية، يعني دخله كهرباء ومية. يعني روح أقدم له على العداد، دخله يعني إيه كهرباء ومية؟ اقعد يا حج وأنا هفهمك كل حاجة. اقعد. دلوقتي للأسف الشديد ابنك عنده بلد accumulation in the brain. يا نهار اسود وهيفضل طول عمره في الكومبونيشن يا حاج افهمني اللي هي تجلد دموي تجلد دموي يا نهار يا هيفضل في الكومبونيشن وتجلد دموي تجلد يا حاج تجلد دموي على الشعيرات الدموية الخاصة بالذاكرة شعيرات دموية؟ آه. يعني هيبقى أقرع ولا هيبقى إيه؟ فهمني. إحنا بعد العلاج إن شاء الله يدوب يا ما تدوبش. لا، ما فيش حاجة اسمها ما تدوبش يا دكتور. ابنك تعبان يا حاج. لا مش تعبان يا دكتور. لا ابنك مجنون يا حاج. كف من بوعك يا دكتور، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. ابني مش مجنون. ابنك مجنون يا حاج وأنا اللي عارف ده كويس واحتمال. ابني مش مجنون. ابني في منتهى العقل بمئة ألف جنيه ايه ده؟ انت جاي ترشيني في مكتبي؟ معاذ الله يا دكتور خليهم 170,000 جنيه اقول ايه زمايلي وتلامذتي واقراني ايوه كده 180,000 جنيه ومكانتي العلمية 200,000 جنيه وضميري 23 جنيه لا لا يا حاج لا يا حاج لا 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 نص مليون جنيه نص مليون جنيه نص مليون جنيه اعتبرهم تبرع مني للمستشفى اللي انت فيها حلوه الصيغه دي حلوه ها بس بشرط اؤمر يا حاج قرب ودانك وحواجبك واسمعني كويس تعالى شرط واحد بس اللي عايزه تكون حاطه في دماغك كويس ان ابني كركر مفيش جنسي مخلوق على وجه البسيطه يعرف انه دخل مستشفى الامراض العقليه ولا عتب العتبه بتاعتها حتى اتفقنا الفلوس ضيعت مني ابني زي ما ضيعت قبلها اخواتي كل شيء لازم يرجع زي ما كان لازم يتمتع بكل قرش عملته طول حياتي من بكرة هشتري أحسن فيلا فيك يا مصر أحسن فيلا فيك يا مصر اتفضل يا حاج الشاي ما تعرفش يا ابني حد بيبيع فلل فلل؟ آه لا 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 ماليش في الكلام ده أنا في سمسرة هناك ربنا يخليك مظبوط؟ إيه ده؟ إيه يا ابني القرف ده؟ إيه ده إيه ده إيه ده الكوباية يا حاج في إيه؟ خد 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 يا ابني خد يا حبيبي إيه ده الله يعمر بيتك الله يكرمك ده كتير قوي ادعي لي يا ابني ادعي لي الله يعمر بيتك ويكرمك انه يشفي لي ابني اللهم يشفي له ابنه يا رب الله يكرمك خرجه من المستشفى يا رب يا رب يخرج من المستشفى هو انت مستعجل على ايه مستعجل يا جرايه يا حاج خدت فلوس عايز تمشي على طول ايوه يا حاج ده ابوك ده ايوه ده ابويا بتساعده اه بساعده بخلص الجامعه واجي له على طول هنا ما شاء الله تخلص الجامعه وتيجي على هنا اه كليه ايه اداب اداب ما شاء الله باين على اخلاقك يا ابني باين على اخلاقك يا حبيبي قسم ايه يا ولد البوفيه قسم بوفيه لا ده ايه قسم جديد ده ولا ايه يا حاج لا البوفيه الكافتيريا يعني بتاعه الكليه انا بشتغل فيها الاداب دي مش اللي هي الشبكه انت بتتقفش كل شويه فيها دي بتتقفش انتوا بتقفش فين يا حاج الكليه مش الشبكه بتاعه الاداب لا دي كليه شبكه دي يا حاج الكليه احنا في البوفيه يعني ايوه ايوه كافيتيريا كافيتيريا اه تحت كده عندكم سندوتشات مربى بالمهلبيه مهلبيه امال ايه بقول لك مربى بالمهلبيه مربى بالقشطه والحاجه اللي فيه اه حاج ربنا يحرسك يا ابني الله يكرمك يا حاج بكره الناس بدي تيجي وده ابوك ده ابويا اه وهربان من حاجه
هربان من حاجه ليه؟ امال ملسم كده ليه؟ عليه طر؟ لا لا لا، هو ده العادي بتاعه. ما قلت لك شيلها بقى يابا. خد يا ابني، بكره النصبه دي تكبر ادعي لي. الله يكرمك يا حاج، ده كمان الله يخليك يا حاج، ربنا يعمر بيتك. الله يكرمك يا رب. ادعي شويه. حاضر حاضر، عندكم دم الله يعمر بيتك. الله يخليك يا حاج، والله هقفلك للصبح هنا. الله يكرمك، الله يكرمك يا رب. خليك لابوك، خليك يا حاج، خليك لابوك. الله اكبر، ايه ده راجل حلو قوي. هي دي العيلة، هي دي العيلة، أسرة سعيدة يفضلوا عايشين حياتهم كلها في سعادة. ابن بيسمع كلام أبوه، وأب أب عرف يربي، عرف يربي ابنه كويس. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب يا رب. Yo, sexy ladies want part with us, and now they car with us, them not war with us. Yo, sexy ladies want part with us, and now they car with us, them not war with us. It's on, good girl, turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on till the early morn, girl. It's all good, just turn me on. I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, girl, I'm crazy. Now this kid's up in the middle of the night. والله العظيم ما ضربت حد. حد استقبلي عليا يا بت من عني، ده بتعمل حاجات انا مش عايزه اعملها. انا هريحك من ايدك دي واقطعها لك خالص، فاهمه؟ والله ما هعمل كده تاني. احنا في الفصل يا اختي، ده انت حراميه وحزجلك. ابوس ايدك، مش هعمل كده. اوعي امي. بطلي يا بنتي مسلسل امك البايخ اللي هريتينا بيه، هي مش خفت؟ لا ماتت. احسن احسن يا اختي، ريحت الدنيا كلها. هات يا بنتي الدفتر زياده معاك، اطلعي غوري شوف شغلك، ودي اخر مره، فاهمه؟ غوري الو. ايوه مين؟ مين مين؟ حناوي. حناوي اخويا، اهلا وسهلا، اهلا بيك يا حناوي. يا أخيرا افتكرتيني يا غالي. الله، أمال علبة البودرة بتاعت شعري فين؟ اصحى اسماعيل اتعور، اسماعيل اتعور، قوم اسماعيل اتعور، اصحى اسماعيل اتعور، اسماعيل اتعور، اسماعيل اتعور. الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كان لسه معايا امبارح. بموت بموت بموت. الموضوع خطر، التعويره دي هتفضل توسع 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 لحد ما تضيق علينا المكان، ولو ضيقت علينا المكان هنتعفس في الحيطة، ولو تعفصنا هنموت. ايه ده؟ يا بتوسع، شايفينها؟ بموت. بقول لك ايه؟ انا جت فكرة جهنمية. بتدي فين؟ انت شايف كده؟ انا شايف انك تدفن. عارف ليه؟ ليه؟ عشان لما تدفن هتدفن هتبقى قاعد مستريح لوحدك كويس. وبعدين كمان لو التعويره دي فضلت توسع 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 توسع، انت هتموت في الوسع. اه وتموت. اه يبقى تدفن. خلاص خلاص، وافق انه يدفن. الحمد لله على السلامه. عويرة اسماعيل اللي في سماعه باطل.
يسمعنا، ولو حد سمعنا هيعرف احنا بنعمل ايه. وبعدين احنا مش خايفين من حاجة، بنشتغل في النور، واحد اتعور بنتفينه ولا ايه؟ مش عايزين حد يعرف علينا حاجة، سرنا يبقى بطننا، محدش يسمع غير كلمتنا كلنا. وسلموني عليه، سلموني عليه، سلموني عليه، سلموني عليه. حد عايز يدفن معاه؟ محدش؟ لا خلي بالك. ايه؟ اي حد يسألك انت دفنت ازاي؟ مين اللي دفنك؟ تعترف بأي كلمة؟ ده يبقى دليل عليك، والاعتراف سيد الميدالية. بنا خليك ليا، انا مش عارف من غيرك كنت دفنت ازاي. كنت هتدفن على وشك ونفسك يكتم وتموت يا مجنون. الحمد لله. خلاص خلاص، يلا يا ولاد راسة الموت، وضعوا صاحبكم. الحناوة اخويا عايزني؟ ليه؟ ده بقى له مده سنين طويله ما سالش عني. بتقول بقى ايه؟ حاضر من عينيا، هاجي لكم على الظهيره. سلام. تعالى يا رضا، تعالى يا حبيبي، شوف خلك الحناوة بقى ايه. بقى من اكبر تجار قطع الغيار في البلد، مش زيك يا ضنايا، وشك مهبب ونفسك مقطوع من نفخك في الكاوتش. إلهي وانت جاهي يرزقك ويسعدك ويطعمك يا رضا يا ابني احشائي، وينفخ كاوتشك. بيت تعالي شيل الصوره دي، بتقلب عليها المواجع. شو اللي فردك وشي دي نايمة؟ لا حول الله، لا حول الله، نامت ازاي دي؟ نامت نصيبها كده اهوت. انت اللي نمتها؟ لا يعني كل واحدة منوم يعني. يا عم شوف هنا الله يخليك. كل واحدة منوم؟ ايه ظرافة أم حضرتك دي؟ معلش أنا آسف، اتفضل بس. يا فين العجلة؟ أيوه. فين؟ خد يا عم الأسطى. العجلة يا عم، يا عم فين العجلة يا عم؟ يا أسطى يا أسطى العجلة، العجلة إيه؟ عجلة إيه؟ فين العجلة؟ إيه؟ اتفضل. أنتوا بتحطوا العجل في حتة غريبة. معلش معلش اتفضل. حاضر اتفضل. معلش تعال. فين يا عم العجلة؟ اهي فين؟ هي دي؟ اه تصدق دي نايمة وبتشخر كمان، دي نقش. عجل صوتي، عجل صوتي، ايه ده؟
عاد الشغل اللي يا اسطى اصلا مديتني رنة. طب كلمها. طيب معيش نصيب، ضيعت رناتي كلها على اصحابي. طب استنى تتصل. ايوه يا اما. الو، فتحت عليا التليفون ليه؟ الو فيها يا اما؟ ما فتحت عليك التليفون. انا يعني فتحت عليك الحمام. ايوه. الو الو الو، لقد نفذ رصيد امي. خد كلم امك وخلصني. وانت تعرف نمرتها منين؟ الو اما. ايوه اما. لا 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 لا، براحتك. لا ده تليفون زبون، هو ظريف لطيف تيه غلس كده. لا 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 لا. ايه حناوي؟ خالي حناوي؟ خالي حناوي هو شاف شكلي قبل كده؟ خالي حناوي اخر مره شافني فيها ما شافنيش فيها. لا لا لا، روح انت، روح انت بقى. اه بقولك ايه، ما تنسيش تجيبي معاكي 5 كيلو مصامير 10 سنتي لزوم الشغل عشان ارميها على الطريق. انت اللي بترمي المصامير على الطريق؟ اه. ليه؟ ما تاكلهاش منين؟ ما تاكلهاش منين يا مفطرين؟ يا ظالمة. في حد صح حد كده؟ في حد صح حد كده يا حاج؟ افهمك افهمك انت. فهمني. القهوه يا حاج، القهوه الساده يا حاج. ساده؟ جايب لي قهوه ساده؟ جايب لي قهوه ساده وبتقولها لي في وشي كده قهوه ساده؟ بتفول عليا؟ عايزني انتهي من هذا الكون؟ تظرفني بره الدنيا؟ لا، ما انت طلبتها كده. ما انت. ايوه ما انت. اسمها ما انت. امال ايه يا حاج؟ اه يا خسيس، نسيت اصلك يا واطي، نسيت اصلك، نسيت بيجامتك الوسخه المعفنه اللي مرمي عليها التراب قرح، نسيت شكلك اللي كان متغطي ورا الوساخه، ما كنتش عارف مين اللي ورا العفانه دي. انا اللي نظفتك. صح يا حاج. بيجامتك المعفنه وصندلك المخربع. صح. مرميين لسه تحت في اوضه الكلب. صح. يا كلب. صح. يا واطي. صح يا حاج. صح. حقك عليا. اسمها ما انت. ما انت يا فرحتي. ما انت يا ابن الكلب. حاجة. والله هموت نفسي عليك. ابوس راسك يا حاج. ويمين هموت نفسي عليك يا واطي. يا شر عليك يا حاج. ابوس ايدك يا حاج. ما تزعلش مني. منت. معلش. المنت. معلش. اطلع عليك. تعالى يا ابن الكلب يا واطي. يا هاري. تاني انت عايز كل شويه تتضرب تاني. ها؟ هات امك لقلعك البنطلون وهعلم لك على ظهرك. ها؟ انت طمعانين فيا ليه يا ولاد؟ يلا يلا وحياه امك. ما انا مش عايز. يلا اجلس. يلا يا ابن الكلب يا واطي. المنت قال. ما انت نسي نفسه الواطي ابن الواطي. ما عليك. احسن عنصايا الشاي. مين ده؟ بتاع الشاي. سمعت ان عندك بنت اسمها رضا. ها؟ عندك بنت اسمها رضا؟ بنت؟ اه بنت. والنبي ما انا مريح حاجة. السلم وصف ليه؟ أستر على ما أحلك حاج. يا ولاد الكلب وحشتوني. يا ولاد الكلب وحشتوني. وحشتوني يا عرسة. يا حبيبي.
ما تعيطش. رجلك من على رجلي. يا حاضر. تعيش على رجلي يا حاضر. أنا من فرحتي. زهيرة. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا روحك يا زهيرة؟ ازيك يا حبيبي؟ عاملة إيه يا زهيرة؟ وحشني. الله يوزي كمان وحشني. وحشني يا زهيرة. بركة إن أنا شفتكم بخير يا أولاد. بركة إن أنا شفتكم بخير. الله يخليك. اعدلني والنبي يا عاصم. حاضر. اعدلني يا أخوي. اعدلني. ايوه. ايوه بس اقعد بقى طالما انا قعدت يبقى انتوا تقعد. ايه؟ لا انا كنت عايز اسالك على ابنك. قول يا زهيرة كل اللي في نفسك. ايه ايه ابنك اسمه الله علي المحروس؟ هو فين؟ حناوي. كركر كركر كركر. وهو فين بسلامته؟ لا ده كركر دلوقتي في سويسرا. عايش في سويسرا على طول، طول حياته عايش هناك، يصحى سويسرا، ينام سويسرا، يتغدى سويسرا، ياكل سويسرا، حياته كلها مستندسة سويسرا. حياته ايه؟ هيوصل في بحر نهر الأسبوع ده. عشان كده أنا جمعتكم النهاردة عشان أقول لكم قد إيه أنا قسيت عليكم، قد إيه أنا حرمتكم، قد إيه أنا ذلتكم ودست عليكم بأوسخ جزمة موجودة عندي. علشان كده انا قررت ان الثروه اللي جمعتها دي كلها طول حماتي ما تروحش زرت في الهواء. لازم ابن الكركر يتمتع بيها، ولازم عشان يتمتع بيها اكون انا راضي عنها. اللي عاوزها تكون لابن كركر واحده من فصيل دمه، خه هي خه وهو خه، يبقوا الاثنين اخوات ويتجوزوا بعض. واهم شرط انهم يخلفوا منه حناوي، وعلى حسب ما يختار كركر يجيب حناوي صغير ان شاء الله قد كده يحمل اسم الحناوي او حرف الالف من حناوي، واكتب لها ذاتي ونفسي وما املك. هل من عندكم فتيات؟ هل عندكم من فتيات؟ هل لكم ابناء؟ فلا تقدموا الى ساحه المعركه وتزوجوا من ابن فرفر. هيا تقدموا، تقدموا وأروني من أجل مجد هذه الأسرة أن يعود مرة ثانية، وألا يتكاثر مرة ثالثة، وألا يتعظم على أحد في الدنيا أن يكون من خارج هذه المنطقة الحرة. نحن أبناء هذه الأسرة، هذا البيت، أبناء هذا البيت، فيجب أن هذا البيت أن يكون مستضاعا بما كان يتوارى عليه هذه العمارة. فيجب أن يكون متواجدين معدد وحدة واحدة في هذا المنطق وعلى أساسه فليتواجد كل المواطع ومنها على أبواب وطابق وكور منها إلى الأمام دائما دائما، ولن أتنحنح ولن أتزحزح ولن أقول أبدا. رفعت الأعداء. جرايه مستر عاصم، انت ناسي الفيلم ده عملته على المدير عشان تاخد سلطة. الخلاصة انا ليا اخ اكبر تاجر قطع غيار فيك يا مصر، اسمه الحناوي، مالتي مليونير. انت اخوك مالتي مليونير؟ طب قول مالتي لكن مليونير لا. يا عبيطة يا هبلة، مليونير هو اللي مالتي لا، احنا اللي مالتي جنبي منه، عمره ما عطف عليا لا انا ولا اختي، بخيل بخل الدنيا كلها. باختصار عنده ابن اسمه كركر، نفسه يجوزه بنتي من العيلة، وانت عارف ان انا بنتي في الامان عند امها. طب انا اعمل ايه يعني؟ تعملي بنتي. ما تنسيش وصلاتي الامانة اللي انت ماضيهم لي على بياض، يا الدفع يا الحبس. ايوه يا حاجة حناوي، حاضر. ده كان حيكفي الواحد امبارح. حاضر، هجيب وهجيب له لبس اللي هو عاوزه. حاضر، وهقول انه جاي من سويسرا. انا جيت سويسرا، انا جيت سويسرا.
انت عارف يا كركر، انت عارف اللي انا ابوك. انا ابوك. ابوك بابا. حلوة قوي، حلوة قوي كلمة بابا منك، بس عالية حبتين يا ابن الكلب. تعال يا كركر، عايز البس وشك يا دهية. مش عارف اسمك لمين، مش عارف. تعال يا ضبا، صوان دي مش كان لازم ده يتعمل في دار مناسبات؟ كركر هو اللي صمم على كده، ده كان عاوز يدفن ابوه في الجنينه، قال ايه عشان يبقى جنب البسين. الباقيه في حياتك، الباقيه في حماتك. شد حيلك، شد ديلك. انا زعلان، انا زعلان. بابا نام. بما انك صديق كركر، مش ملاحظ ان تصرفاته غريبة شوية؟ غريبة ازاي؟ غريبة ازاي يعني؟ ما هو صوته عالي على طول وجريء قوي، وردود افعاله مش طبيعية. رأي حضرتك انه قضى فترة طويلة قوي من عمره في سويسرا، وكل اللي في سويسرا كده. اه ده قال لي واحد في سويسرا اهو. صدق شوقتني اشوف سويسرا، شوقتني. ده انا لازم اروح سويسرا. انما انتوا ما عملتوش نعي لي. عملنا. فين؟ في الاهرام السويسري. هند، يا هند، 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 تعال اكسلنس، ادي قهوه. اتفضل اكسلنس. اتفضل اتفضل اتفضل. ايش حساب؟ حساب، هات حساب. مفيش حساب. انت خدت حساب؟ انا ما خدتش حساب، مفيش حساب. لا حساب اكسلانس غلط كده. يشرب مفيش حساب. ياخد حساب. ما فيش حساب. شوف حساب. اشرب قهوة. خلاص الراجل شرب خلاص. معلش يا جماعة اعذرونا، موت والده مأثر على نفسيته. تعال تعال عاوز. انا نفسي افهم بتدور على ايه جوه. طب تعال حياتك يا كركر. عامل حناوي غالي علينا، كان غالي علينا كمان. الحاج حناوي كان غالي علي انا كمان، انا كمان، انا كمان كان غالي علي. انا كمان. ايه ده؟ انا كان غالي علي انا كمان. كان غالي علي انا كمان، كان غالي علي. كركر اطلع يلا بره، كله بره. كلاب بره بره. دي بقى سويسرا. الله، ده انتوا كده جيتوا على حجري. سوزوكي، ياماها، هوندا. ايه العز ده كله؟ بلاش نقي من اولها وارمي اللي باني او بلعيها. في ياباني عنده بلغم كده.
سوزوكي يا ياماها توك توك بابا بيبي بي. ايه ده؟ عايزة حاجة؟ عايزة تروح الحمام بسرعة. بابا بيبي بابا بيبي بابا بيبي بابا بيبي بابا بيبي تعال. ايوه يا كركر كركر سوزوكي اسمه كركر سوزوكي انت الاخرى كركر ايوه ايوه حاضر 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 افتح الباب ايوه حاضر 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 ايوه حاضر 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 ايوه حاضر 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 ايوه حاضر حاضر يا كركر 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 حاضر 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 كركر ابن اخويا حبيبي ايه يا ابني نايم على ودانك ساعة على ما تفتح ازيك انا كويس الحمد لله اتفضلي يا اوشير دي وشين بنت عمك وساسك يا اخويا واستيو ده كلامك اصلها عايشه في اليابان العربي بتاعها مكسر ده كلامك انت هتخرم عيني ايوه كلامي ايوه ده كلامك بيضحك على ايه الاهبل ده اطلع طلع الشنط ووريها الاوضه اللي هتنام فيها يلا بسرعه ايه الكلام ايه الكلام هيوريها الاوضه اللي هتنام فيها الله ما نام معاها انت هوريها الاوضه اوكي اوكي اكسلانس اتفضلي اكسلانس انا معاكي استنى 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 اوعى اوعى ولد انا عمك انا معاكي انا معاها ازاي قولي يا بنت احنا لسه بالنهار انا معاها احنا لسه بالنهار انا معاها بالنهار وانت معاها بالليل ما ينفعش ما ينفعش هي دي التقاليد بتاعتكم في سويسرا يا ابني افهم احنا شرقيين لازم تتجوزها وبعدين اللي يحصل اللي يحصل انا معاها واتجوزها بعد يحصل اللي يحصل ما ينفعش اتعالي فوق ساسا انا خير ساسا يا عمي لما ساسا استنى بقى ساسا ساسة ايه والله ساسا انا معاكي انا معاها انا مع ساسا ما ينفعش انا معاها لا لازم تتجوزها الاول انا معاها واتجوزها يا سيدي انت بتتكلم بجد ايوه معقول يا كركر ايوه كركر معقول ايوه كركر اتجوز طيب انا هجيب المحامي المعزول واتنين شهود صحابي وانا مع شهود انا مع شهود يا مع شهود ازاي انا معاها واتجوزها واتجوز الشهود انا معاها واتجوزها واتجوز الشهود صح يا مصر صح يا مصر الو الولد ده وشني مش قادر يستنى لبكره عاوز اتجوز البنت بنتي ايوه ما هي جت من اليابان طيب انا هاجي لحضرتك الفيلم انا يهمني الموضوع يخلص بسرعه بكره اكون عندك في ايدي المأذون وبكره ليه ما خير البر عاجله
الف مبروك اكسل انصار. احبك. اوكي اكسلانس. اتفضل يا استاذ. الورق تمام التمام، بطاقة 100 100، شهادة ميلاد 100 100، دافع فيها دم قلبي. بتقول ايه حضرتك؟ دافع فيها دم قلبك؟ لا اقصد يعني ان انا محتفظ بيها بقالي 20 سنة. انت بتكلمني انا؟ لا يا حبيبي لا. حضرتك العروسة؟ مش ليس يبدو عليا ولا ايه؟ تقصد تقول لك مش باين عليا ولا ايه؟ اصل هي كلمه عربي قريب قوي. انت بتكلمني انا؟ لا يا حبيبي. انت العريس؟ ايوه انا عتريس. هو هو. اتفضل يا استاذ. سوزوكي بابي ليه؟ دموع كان بكتاب يا بنتي. وكيلك يا عروسة؟ مين وكيلك يا عروسة؟ أنا وكيلة ذاتي. تقصد تقول إن هي وكيلة نفسها يعني. هات إيدك يا عريس، هات إيدك. اللي فيها قلب ده ولا ده؟ سيدي سيدي هات إيدك. الله أحبك. إيه وإيه وإيه وإيه؟ استنى أنت وهو عندك، مفيش جواز. وأنت مين حضرتك يا هات؟ أنا زهيرة أخت الحناوي، ومفيش جواز بقى غير لما كركر يشوف بنتي. مش يمكن يختارها هي ويتجوزها؟ مش هو دي الوصية يا أستاذ يا محامي؟ أيوة. ويا فين بنتك يا ست زهيرة؟ عايز يشوف بنتي من عينيا يا قلبي. يا رضا خش يا أمك، خش يا قلب أمك وريهم السن البلدي يا أختي بيقول إيه وإيه وإيه وإيه. سيدة سلامتك من يا عينيا. اصلا اتخبطي في الدركسيون. ما هذا الشر عليك يا رحمان؟ اتخبطي في العسعوس. سلامة عسعوسك يا قلبي. العسعوس تايه في اللي تايه في اللي خالص. سلامتك يا روحي. سلامتك وسيني يا مامي. ادي يا روحي. الله حاجة حب الام اللي بنتها الحنونة لما بتكون زي غنونة. شايف؟ أيوة. هو أنا واحد فيهم. واو. هو ده؟ هاي أنت. تعال أنا عايزك. أنت كركر؟ الله. طب ما أنا معاها. أنا معاها. لا ده الحكاية اتلخبطت خالص. لما تبقوا تتفقوا على عروسة ابقوا كلموني. اي نعم اكسلانسايا. اكسلانس عاصم بيبلغك ان الاكسلانسايا هتبات معاكي كاكسلانسات مع بعض لحد ما نلاقي لها اوضه. اتفضلي اكسلانسايا رضا. تعرف تعمليها؟ ايه ده؟
واو هتموت مني موت، هتموت مني موت، واو 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 واو. قلتلك مش بطالة. قوليلي انتي بقى انتي اليابانية اللي بيقولوا عليها؟ وانتي يا اختي المصرية اللي بيقولوا عليها مش لاقيين لها اوضة؟ طول يا حبيبتي انا بنت النيل. ايه ده انت هتعملي ايه؟ غير هدوم. واو بكسف اول ما في بنات بتغير قدامي. ليه يا اختي عمرك ما غيرت قدام بنات ولا ايه؟ قدام رجاله اصلي بموت في رجاله، بعشق رجاله، بطير بطير لما بشوف الرجاله، بمرن مناخيري كده بالتراب. خلاص يا اختي بخروم عينك لما اغير. اخروم عيني؟ ايه قله الادب دي؟ اسمها غمضي يا ميكي. اخرومي. ايوه غمضي. ايه بنت ده؟ يا بنت كلها قافله. هاتي بوسه بقى، هاتي بوسه. بنت انا هدخل اغير في الحمام، انا مش مرتاحه لك. اموت في البنات الخشنه، اموت فيها. قطع دراعي، ده كانت يابانيه. يابانيه جات كتير عليك وعلى اليابان اللي انت فيها، جات كل اللي شبه بعض كلكم. واحده منكم لو دخلت مع جوزها السوق جوزها يخرج بواحده تانية ولا فرقه ولا ياخد باله. مين احبك؟ ايوه انا عارف احبك. او انا احبك. كركر بقى شادي. احبك. بليز بليز سؤال واحد بس مهم نفسي اساله لك. الحناوي باشا الله يرحمه جابني هنا وما قبضنيش ومات، مين هيقبضني في الفيلا دي؟ يا ايه ده ايه ده؟ لا هو جابني هنا عشان كده ولا ايه؟ لو على كده مش عايز اقبض خالص، انا كفايه عليا اكل. لحظه 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 لحظه. ايه ده ايه ده؟ احبك احبك. ايوه ايوه. يقول يا كازيرا. منك ايه؟ كازيرا. اموت في حكيتك يا بنت. تسمع على خير يا كازيرا. ايه حرام عليكي ليه؟ ليه؟ في ايه يا كازيا رضا؟ حرام عليكي حرام عليكي. في ايه طيب؟ طفت النور ليه؟ بطفي النور عشان لازم ننام. ايوه انت طفت النور عشان تنام بس انا الضلمه فكرتني بماضي فظيع. فكرتك بايه؟ لا مش هقدر مش هقدر. لا 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 قولي. في بير. هاتسون السير. في بير. احنا فعلا احنا من دم واحد طبعا. يعني فعلا انا وابن عمي على الغريب وانا وبنت عمي على السرير. السرير ازاي يعني؟ يعني هاتسون السير. في بير. قولي بقى جينا. قولي. وشين انا؟ قولي حبيبتي. وشين انا مش بنت. مش بنت يا حبيبتي. يا حبيبتي يا حبيبتي مين الذئب اللي عمل كده؟ ايه؟ هقولك. عشر سنين الحيطان دي محفور عليها كل ذكرياتي. هنا كان في موقف وهنا كان في موقف وهنا كان في زقه. كل ده كان محفور على الجدران. بس هما ضيعوا الحيطه بلاستيك دلوقتي. لكن هي موجوده هنا. موجوده هنا. دور السبب دور السبب. لا 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 دور السبب. ما تعمليش كده ما تعمليش كده. سيبيني افكرهم. لا لا سيبيني افكرهم. لا لا بتفكر. عارفه عارفه مين مين هو صاحب الذكريات الكتيره دي؟ مين اللي كل ذكرى فيهم مخرمه الحيطه؟ ها يبقى كركر اللي بعيد عن ارنبه مريخيرك يا عن امك. مناخيري مناخير مين يا مو مناخير كبيرة؟ ازهر يا بيه ازهر يا بيه. ازهر انت يا بنت ما تروح تبص لنفسك في المراية. والنبي قول لأمك على الضلمة. قولي والنبي قول لأمك على الضلمة.
ما بتخضش يا حبيبتي، ماما عارفه عني كل كازوراتي وعلاقاتي مع الشباب في قلب المناطق. يعني انت مش فارقه معاكي؟ والله هعودك بت، انا امي عامل يا بالك ان ابويا مش سبتيه، والنبي لا ولع فيكي. ولا يا بت خليكي كده شطه، خليكي شطه نار كده، شطه نار نار يا شطتي كده، وريني الشطاطه كده هتولع فيها ازاي يا بتاعه النار. بت بلاش 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 بتهرب من قطة البنات. ما انا قلت لك يا عاصم قلت لك ما يناموش مع بعض. شفت بنتك البيئة؟ بنت اللي بيئة؟ أيوة. اصبر على بنتك انت يا اخويا. انت بنت يا رضا. نوتيلو يا بيت؟ سوزوكي يا ماما بيجو. يعني قصدي بلا سوزوكي بلا ايه بلا ميكانيكا فاضيه. ايه بيت اللي في وشك ده؟ ايه اللي في وشك ده يا بيت؟ كنت بفطره كنت بفطره. قولي في نفسي. اذا كنت تاكلي في نفسي. اكون في نفسي ليه يا حبيبتي؟ انا فطرانه زي الفل. اكون في نفسي ليه يا ضنايا؟ وبعدين يا بيت هو اللي يفطر حد. يرجع في وشه في الاخر؟ لا يا حبيبتي هو بيحب ياكل على وشه. بصي احنا بياكل على مناخيري هنا ولا بقى هنا ولا لا تاخدي بصي اللي فوق مناخيري دي حته الشوكولاته دي اللي فوق مناخيري والله لا لازم تاكلي والله نرفزتيني امشي بقى انت وحشه. بصي يكون في علمك بقى تعالى اقولك على حاجه هنا تعالى اقولك على حاجه يكون في علمك هي مش بالنونو
مش بالنعناوة يا عينيا. امال بايه يا اختي؟ بايه؟ انت مش بالنعناوة ابدا. اذا كانت على النعناوة يا دنايا انا هخش اعمله بيبي على الحيطة جوه وهوهوله كمان. ياي بيبي. بيبي انت ريحتك وحشة قوي. امشي قطع لسانك. انا بيبي وحش؟ امشي. بيع والله والله بيع بيع بيع. واو قفشتك. ايه قفشت ايه؟ بيت؟ نعم. انا شاكه فيكي. شاكه فيا يعني؟ كنت تعملي ايه تحت دلوقتي؟ تحت فين؟ انتي بصي بصي والله بصي انا شفتك انا بعمل كده رحت شايفاكي انتي كنت عامله كده ورحت طلعتيني على طول. انا شاكه فيكي. انا دي انتي سايعه صح؟ انتي مش يابانيه. بصي والله ما يابانيه. بصي مش يابانيه. ما انا ايه؟ انتي ايه؟ شوفي بقى وحيد دقن احلى داني لو طلعتي يابانيه. تحلقي دقنك؟ نعم. احلى مكياجي قصدي لو طلعتي يابانيه. انا لست ابدو لك كما تظنين انت. نعم يا مخلو. نيفر 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 يعني. نيفر ولا اثنين يعني امك. استودعك. استودعك سيدتك. سيدتك خدي يا بيتي اللي هربانه من قريش بنات اخر زمن. كركيرو كركار يا كركار انا جيت لك الكراكيرو. أهواك 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 أهواك.
اسوق انا. لا امه امه البنت واخده الواد رايح بيه في حته ثانيه مش عارف فين. البنت اللي بصي فوق اهي. اركب البنت اللي بصي فوق اهي. يلا حلبوها قالوا لي رايحين رايحين مع البنت المعصعصه المعفنه دي. كركر 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 احلى دهن وجاي لامك انت وهي حلبوحه. اتاخروا قوي اتاخروا قوي 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 قوي. اهدي 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 معفنه. اهدي بقولك اهدي. انت مامي انت مامي يلا انت مامي. هاي غريبه قوي. المفتاح فتح الباب المفتاح فتح الباب. لسه بدري. لا انا ما كنتش متوقع ان ده يحصل منك. انت انت اخر واحد كنت اتوقع منه ان هو كنت يحصل منه الاجيال دي. وكنت بخلي له الاقليه دي. لا مش عايز اشوف وشك. مش عايز اشوف وشك. مش عايز اشوف وشك. شهري يا بابا يا عمي. اصل القعدة اخدتني انا وكركر. صح يا كركورة؟ صح يا عيون كركورة. القعدة نفختني انا وكركر. تعالي مالك يا رضا؟ تعالي يا بابا تعالي تعالي. متعصبة ليه يا حبيبتي؟ متعصبة ليه؟ مالك؟ اتفضل اتفضل. بص بص يا سلام. الحمد لله على السلامة يا ولاد. الله يسلمك. يا جماعة لا ما خرجش معانا النهاردة ليه؟ في ايه؟ ما خدوش وقت اوضة النوم دلوقتي. اوضة النوم؟ اطلع معاه اوضة النوم. انام في اوضة النوم. انام تحت اوضة النوم. لمي بنتك يا زهير. اديها بضهر ايدك. عيب كده. يعني ايه تطلع اوضة النوم؟ انام بين اوضة النوم. انام بين الالف والنوم. عيب يا زهير. حلبوها 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 حلبوها. عيب يا زهير. عيب يا زهير. انت اختي مش عاوزه بنتي تلعب عليك. حلبوها حلبوها. لمي بنتك. حلبوها حلبوها. خلاص بس بكره نسافر اي حته فيها بحر. لا خلاص روحوا انتوا سيبونا انا وكركر قاعدين هنا مع بعض. لا اللي هيختارها كركر هي اللي هتتجوزه. فاهمه؟ هيختارك انت يا حبيبتي. طب والله لا اقطعه. هفش فيشك يا كركر. ايه؟ ده بتاع علي والي. احبي دي ايه دي؟ احبي دي انا. فعلي يا والي بتلك. احساس المرأة لما بتكون ضربه شقلباز في علب المايوه بيبقى احساس مختلف خالص. امال لو هي مالطه بقى هيبقى الاحساس عامل ازاي؟ انا يا اختي ما جربتوش. لا 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 ما قولكيش. واو 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 ميه في قلب سمك. ايه ده؟ بصي ايه في رجاله هناك هي جايه علينا. يا رب يعرفوا يعكسونا. دمي نفسك يا بنت يا رضا. امشي امشي امشي. ايه يا جميل؟ نعم هي لي. نعم اكيد يقصدني انا طبعا. يا عسل يا حنين يا عروسة البحر. عروسة البحر؟ الراجل ده اكيد مائي. يا اللي مائي. اسكت اسكت. حاسه السهد اللي من صدره وطالع ضارب في ظهرنا. اتلمي. والله حاسه ان ظهري بقى نص سوا من كتر السهد. اتلمي. بقول لك ايه احترم نفسك بقى. ايه يعني انت شايفنا كده مايسين ولا ايه؟ الله اسلميلي يا غاليه. فكي وسك يا بنت خليكي سايبه. البنت سايبه دي؟ اقعد بقى كده اقعد وتمدد يا اخويا وتمتع بالجو وتمتع بالعز اللي احنا محرومين منه. متع لاجيني تمتع لاجيني جوز الواد ونخلص. يا حنين يا سكر رد. جرى يا حلو انت وهو. ما تخاف يا اخويا. وبعدين انت ايه ده؟ انت ايه ده المحن ده؟ هو انت ما عندكش خد بلاستيك؟ مبسوطه يا اختي اهو لموا الشبان وراهم. طب كلمه كلمتين. واو كلمة ولا كلمتين؟ ده انت طموحاتك ضعيفة قوي. استني بقى انت اسمك ايه؟ شديد. واو شديد. اما اشوف ايه ده ايه ده انت هو
مش مكسوف من نفسك ده انت شحط منك ليه؟ مش انت عكسه طفلتين صغيرين؟ ويا ريت يعرفيني عكسه كمان يا عم. بس خلاص انت يلا يا اخويا هش هش هش. طب انده الواد الشديد ده بس بلا شديد بلا نيله. ما تلم بنتك يا ست زهير. اللهم صل على النبي الله اكبر. زي القمر. اوعي كده يا بنت انت. شفتي يا مامي؟ شفتي يا مامي؟ زي القمر يا اختي عسل. والنبي والنبي ايه ده كله؟ جبت المايو ده منين؟ اصل لقيت واحده عريانه مالتي نايمه على الكنبه ورامي المايو بتاعها. قلت مش عايزاه خدته وجريت لنا على طول. لا ياكل من جسمك حته يا حبيبي. ياكل 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 ايه يا اختي ويشرب ايه؟ دي مياعه وقله ادب. انا بموت في المياه. صفيه حاجه دي موت في المياه سبعين عنين. اه صريحه وواضحه وماما عارفه كل حاجه عني. خد يا اسطر. حد هينزل معايا البحر؟ لا. نضرب غطس؟ هفوت بسرعه. مياه تاني. مياه تاني. مياه. حاضر حاضر حاضر. خدي مياه. ايه كده عدت السمكه؟ معايا صغيره بالرمله والطينه. انا العب في تراب وطينه مع طارق ابن طنط سعاد. طب تحب نتمشى شويه؟ طب اروح اجيب طارق ابن طنط خديجه؟ لا اصل انا عايزه اكلمك في حاجات بتاعه شباب كبار ما ينفعش صغيرين يسمعوها. حاجات اللي اتادب. لا 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 انت دماغك راحت فين؟ دماغي على كتفي. طب هات دماغك بكتفك بقى عشان عايزه اقول لك حاجه على جنب. سر طريق. الحقوني الحقوني. يا لهو يا لهو يا لهو. ما تخافيش ما تتخضيش يا بنت. تخضيش يا نهار اسود. في ايه؟ بالراحه بالراحه بالراحه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ جايب السمك ده منين يا بنت؟ ذكر القرش هاجمني يا خالو. كركر كركر اسمعني يا ابني بقى. عاوز اتكلم معاك كلمتين عقل كده. كركر كركر كركر. في ايه؟ ايه يا عاصم؟ عايز ايه منه بس يا عاصم؟ جون اسمع يلا، انت جاي هنا عشان تختار عروسة زي ما ابوك وصاني قدام عمتك. يا اما تختار اوشين بنتي يا تتجوز رضا بنتي. ركز على اوشين. سيبك من رضا. ركز على بنت رضا وسيبك من اوشين. اوشين اوشين فاهم رضا. اه؟ ولازم ترد عليا دلوقتي حالا. حزورة. ايوه دي حزورة. حزورة ايه؟ اختار مين؟ ايوه مين؟ اختار فين؟ مين؟ اختار مين؟ ايه؟ اختار الاثنين. حلا بوقا. انا احبك انا احبها. احنا الاثنين نحب البوبي. في ايه مالك بتعيطي ليه؟ معقولة معقولة بنتي تدخل كده سكتي؟ يا سلام، يعني انا بنتي اللي داخله زمبليتي؟ احمد ربنا ان لقيت حد يتجوز بنتك دي. احبكم. استني هنا وقف هنا. تعالي كده يلا جوه بقى جوه. ايوه يلا جوه. في دخله حلوه قوي قوي.
ولا هنا. اضرب امه على دماغه، اضرب امه على دماغه، اضربه على دماغه، امه ما يخش على روح، اضربه على دماغه. ينام يا رب ينام، لان لو ما نامش مش هيبقى كويس، مش هيبقى حلو لو ما نامش، خطر عليا. اللي نزلك؟ انا مش فاهم كركر، تنزلت ليه يا حبيبي؟ اقعد معاكو. رضا قعدت معاها فوق. وشين ركز على وشين فوق. ورضا رضا فوق. طب مجنونه. اقول لك انا هساعدك يا ايه؟ هساعدك ايه؟ عارف ايه دي؟ ايه ده؟ ارواح؟ لا مش ارواح، دي اسمها فياجرا. ارواح يا نهار اسود، رجع يالا ده كانوا كلهم. بصوره معايا يا رب، بصوره معايا. تعرف انا غلبان، انا بتاع مصابير، المصابير على الطريق وخلاص. يوه وعرق كده ليه؟ ربنا يستر. مش عارف. ايه يا حبيبي؟ ايه؟ اطلع فوق يا كركر. حر. اطلع فوق. وشيل ورضا. يلا فوق. ايه يا كارل؟ ايه يا كارل؟ احبك. ما انا كمان بحبك. ايه يا كارل؟ احبك انا. انا بحبك والله. انا احبك انا. طيب في انا احبك. ايه ده في ايه؟ احبك انا. في ايه؟ انا عارفه زهير. ايه يا عاصم؟ موت عم بموقع. احبك انا زهير. ايه يا عامل ايه؟ انا هدومي يا زهير. شكلي وحش، شكلي. البنطلون لا. اوعي يا سهيره، اوعي انت. ايه ده احبك انا. انا كمان بحبك. احبك انا. يا نهار اسود. بس يا حبيبي اطلع فوق. يا نهار اسود. العيال ماتوا. ايه ده؟ ليه زي دي عايزه الواحد لازم يكون فيها ماله الخرب في المسمار؟ ماله؟
مش احسن من اللي فيه يا ماما. حرام عليك، انا مش عارف انا مين دلوقتي، مش عارف انا مين. هخش اشوف الحيوان اللي جوه ده، ربنا كبير، لازم تزودين نصيبي، زودين نصيبي يا ام والله حفرها في وشك كل حاجه. ايوه يا حبيبي بيالك، لما اخش ارضعه بعد اذنك لحسن ما بتكشفش على انا. على بقى على بقى بروي. ابدا، هو بيقوم وبينام. انا تعبان قوي. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا مستر عاصم، نشيل من الفيلا دي. مش انت يا بنت اللي تقولي امشي، فاهمه؟ انت مش هتتنقلي من هنا الا بعد ما تمضي على كل الورق اللي انا عايزه. حرام عليك، هو مش من لحمك ودمك؟ ما شاء الله، هي بنت اللي جرالك المشاعر الرقيقه دي. انت حبيت الواد يا بنت؟ اه حبيته، على الاقل انا الوحيده الغريبه اللي وسطيكوا وحبيته. هو مش ابن اخوك ولا ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ أنا واحد لحس التراب 20 سنة، وأخوه قعد يكون فلوس قد التراب اللي أنا لحسته بالظبط. عمره ما جه يحن عليا في يوم من الايام ابدا، وانا مش لاقي، مش لاقي، ما فكرش فيا الا بعد ابنه ما اتجنن. بس فرصتي جتني، لفوتها ابقى حمار. لازم اخد كل اللي انا عايزه، اعيش بقى أقب على وش الدنيا. طمني، ابنه في عناية الاتنين، مش هسيبه، هرمهوله في مستشفى المجانين يتعالج بقية عمره. انت مش بني ادم. اخرجي.
عد عليا بالليل افهمك هتعمل ايه بالظبط، فاهمه؟ تمشي ازاي؟ انا همشي ازاي؟ خليتيني احمل واولد عيال، انا مش ناقص وجع دماغ يا اما. وجع دماغي ايه؟ هتحبسيني معاكي. احبسك ايه بس؟ والله هتحبسيني معاكي. مالها شغلانة المصابير؟ ما اقول لك حاجه، انت بس اما تقفشي شويه القرشينات ما تنسيش ابنك بتاع المصابير، والنبي. وضعت. انا هقعد ايه بس يا اما؟ هتوديني في داهيه يا اما. والله هتوديني في داهيه. بتأخر ليه؟ بتأخر ليه؟ عملت فيه ايه؟ انا ما عملتش حاجة، انا اديته الورق واخده مني، وبعد كده اخد عربيته ومشي، قعدت ارادي عليه ما سألش فيا. وازاي تسيبيه يمشي لوحده؟ هو دارين بحاجة؟ استر يا رب، استر يا رب. بدر. اهو يا فندم. عايزك تحكي لي كل اللي حصل بالظبط من ساعة ما اشتغلت في الفيلا وبالتفصيل. حاضر اكسانز، حاضر. الحمد لله على السلامة يا كركر، كنت فين؟ خضتني عليك. وفي ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ وحشني. وانت كمان يا حبيبي. من قلبك؟ طبعا. الله، وجرى ايه؟ مخرف، اعتبرني مخرف. وانا مش مجنون ولا ايه؟ ازيك يا عمتي؟ الله يسلمك يا حبيبي. ورضا عامله ايه؟ هي فين رضا؟ هي اصلها رضا سافرت البلد. سافرت؟ قصدك سافر البلد. هو عمي ما يعرفش انه رضا دي تبقى ولد ولا ايه؟ ايه؟ ولد يا زهير؟ ما تستغربش، ما تستغربش يا عم. انت بتستغرب ليه؟ ايه يعني خانتك؟ خانتك؟ وجعتك قوي دي؟ ها؟ طب ما اليابانيه مش يابانيه، ولا حتى بنتك. ها؟ انا مش عارف بصراحه، انا مش عارف بصراحه القساوه اللي جوه عندك دي وعندها جبتوها منين؟ مش فاهمها. مفيش في قلوبكم اي رحمه خالص؟ اي رحمه؟ فنفرض حتى يا عمي لو ابويا غلط في حقكم، انا ذنبي ايه؟ طيب ذنبي ايه انا؟ اسكت يا كركر، انت مش فاهم. فهمني لو مش فاهم، فهمني. فهمني يعني ايه اب يخش على ابن اخوه ويهبش مصارينه ويمص دمه؟ فهمني يعني ايه يا عم؟ يمكن انا مش فاهم. انا ما صحتش عليكم، ما صحتش عليكي الواد اللي انت داخل عمال تنهش في لحمه ده. ومين؟ ابن اخوك الغلبان كركر. كركر المجنون، ما صحبتش عليك. وانت يا عمتي، انت يا عمتي ما افتكرتليش حتى. انت حطاني على رجليك كده وانا صغير، وكنت تاكليني وتلعبيني، ما
افتكرت ده. انا كنت اوقات كتير قوي، اوقات كتير قوي اقول يا يا ده ربنا بعت لي ام تانيه بدل اللي راحت. كفايه كفايه. سامحني أوشيل ولا سامح عزيزة ولا سامح بنت عمي اللي مطلعتش بنت عمي ولا سامح مراتي اللي هي مش مراتي ولا حبيبتي مع إني الوحيدة الوحيدة اللي حسيت إن هو شوية رحمة كانت ممكن تعوضني عن حاجة كتير قوي. خسارة شيء، خسارة عزيزة، خسارة حاجات كتير قوي. بعد يا بعد عايزين فلوس لكن انا كنت عايز اهل. إكسلانسي كركر. سامحنا كركر يا ابني اخويا. فعلا يا ابني الضفر ما بيطلعش من اللحم ابدا. كركر البنت دي بتحبك بجد. ربنا يسعدك يا حبيبي ويهنيك بفلوسك وعروستك. أخيراً يا أبو أخيراً شمل العيلة تلمل تاني وحيبقى ليك حفيد صغير حناوي الله يرحمك يا أبو فتح على روحه يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن الكلب يا واطي بعيديني غيبوبة تدفنوني بالحياة. اه يا وسخ يا واطي طول عمرك هتفضل كلب حيوان. انا وراك وزمن طويل يا كركر يا ابن الواطي. فو عليك فو عليك فو. ايوه ايوه